أكدت رئيسة جمهورية كرواتيا اليوم دعم بلادها الكامل لملف الكويت أمام الاتحاد الأوروبي الخاص بعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة دخول دول الاتحاد شنغن. وقالت الرئيسة الكرواتية عقب افتتاح مقر سفارة بلادها أن زيارتها إلى دولة الكويت تهدف إلى بحث وتطوير سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ومناقشة عدد من القضايا العالمية، لا سيما ملفي السلام ومكافحة الإرهاب. نتطلع لتعميق وتوسيع العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار، وأود أن أدعو السياح الكويتيين لزيارة كرواتيا، وهي أجمل بلد في العالم، وأود أن أشكر الكويتيين على كرم الضيافة، وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع الوفد المشارك في المحادثات، أود أن أرسل رسالة إلى سمو الأمير والقيادة الكويتية بالتأكيد على أننا شعرنا بأننا في بلادنا خلال اليومين الماضيين، ونحن نتطلع للمزيد من التعاون مع الكويت في المستقبل. Tell you, Mr. Minister, to tell His Highness the Emir and the